رسالتنا للحكومة صاحبي، راه لا إله إلا الله ياخذ فيه الحق صحيبي من هذا المنبر، هذا راه عذب دراويش فوق من القياس أخويا، راه فوق من القياس. هذا الغلا من العام اللي طلع هذا خونا هذا، راه ما عمرناش شنا بحالو. هذا السي أخنوش شوف فينا، الله يرحم لك الوالدين لله، راه لا إله إلا الله محمد رسول الله صاحبي. الناس راه مكمل البصلة اللي حنا عندنا السوق ديالنا، حنا عندنا المطبخ المغربي كيمشي على البصلة. واش البصلة 160 ريال؟ مازوط غالي، ليسانس غالي، موطا واش نديرو فيه 600؟ تتجيبو دورة تتقاداك تزيد فيها وتجي 600، وحتى حنا كاع نصورو 600 واشات 600 واشات باش نبيعو هاد الخضرة. الثمن ديال الخضره اخويا راه ما مقادش، راه كل حاجه وسومتها والغلا، راه لا اله الا الله اخويا، راه كل حاجه اللي حطيت على يدك راه لا اله الا الله، راه بحال الجلبان هادي هاي خالصه 180 ريال والبيعه 1000 فرانك. الدريم اخويا اش غتزيدك انت؟ اش قادك مازوط؟ راه المازوط صحيب راه طالعك ب 40 ريال، ها مازوط هاي جلبان واصلك ب 11 وتقول لعباد الله 240 ما غايقدوش، راه ازمه راه لا اله الا الله. البصله 160 ريال والمشره 120، وتصير على دريهم غتلعب على دريهم غتوكل منه وليداتك غتاكل منه انت، راه ما كاينش الحل اخويا راه لا اله الا الله. الخضره راه كامله شاعله فيها العافيه، الله يشوف فينا وصافي. بنادم راه محن والنهار صحيب كاين اللي كتخدم من جيبك تاعك، كاين النهار اللي كتجيب السلعه وتصير عليها من جيبك، تخسر عليها من جيبك تاير، ما قادك حتى حاجه معاه. ها تا جلبان هاي جايبين 180 تقول بنادم 220 الف فرانك، العار يفكوك واش غتبرك؟ راه لا اله الا الله اخويا، الثمن اللي كاين ما عمرناش شناه. ها جلبان هادي قاسم بالله مدي الفلوس وما قادينش نبركو، شارينا ومدي لينا الرامده الفلوس وما قادينش نبركو، راه لا اله الا الله صحيبي. الغلا اللي كاين العام راه ما عمرناش شناه كاع، هاد الغلا ديال العام اخويا راه ما عمرناش شناه، وهادشي كامل دارو مازوط اصحابي. تا غادي 340 ريال فين هاد الناس هادو؟ واش غادي فين غادي تزيد 100 درهم؟ كدير 100 درهم غير فاستيطرو قال واحد شويه، اش غادي دير لك هتستيطرو؟ غادور هنايا تزيد من هنا يدار قايد، تجي من هنا يدار قايد، ما كاينش الحل اخويا. المشرى غالي والبيع لا اله الا الله، انت في السوق اخويا غاسمع كل شيء على ودنك. تا رسالتنا للحكومه صاحبي، راه لا اله الا الله ياخذ فيه الحق صحيبي من هذا المنبر، هذا راه عذب دراويش فوق من القياس اخويا، راه فوق من القياس. هذا الغلا من العام اللي طلع هذا خونا هذا، راه ما عمرناش شنا بحالو، راه ما عمرنا شنا بحالو، راه مصاص دماء هذا اخويا، راه كياكل دراويش في دياله. ماس انت واش عباد الله جلبانه 240 ريال؟ واش هاد جلبانه 240 ريال غيدي واحد كيلو غيفرك ويلقى فيه قل من داكشي اللي مديه هو؟ ترى لا اله الا الله، هادشي كامل راه ها هو اللي زاد علينا في هادشي اخويا، هادشي كامل داير هو. رسالتي لي الله ياخذ فيك الحق اصحابي، كيما عذبتينا الله يعذبك اصحابي في صحتك، كيما ما حنتينا اصحابي الله يجعل سيدي ربي هو ياخذ لنا حقنا منك. والبصله خويا راه دايره حتى 5 دراهم في المارش، هنا راه كيبيعوا فيها ب 8 دراهم 7 دراهم، كاينه بصله اللي طايحه شويه من 3 دراهم والفوق. وكل شيء غالي، بطاطا هذيك راه فينا راه من العيد الكبير وهي غاليه، مطيشه كذلك، كل شيء غالي يا صحيح. لا اله الا الله وصاي الله يجعل ربي يصوب الجميع شي اللي نطلبوا. واش نقول لهم لا اله الا الله؟ راه كيشوفوا كان شي اسلام وكان شي يبقى فيهم العباد يصوبوا لهم شويه، يديروا لهم شويه والله يصوب نعدوا الله يغيثنا بالشتاء، وما حتى هما يديروا شويه يتعاونوا معاه، ما في الرخا شويه باغين حتى حاجه، الناس باغينا شويه الرخا وصافي. خويا الخضره كاع غاليه اخويا، تقريبا هو الخيزو ديال السيغ ها هو حنا دايرين 80 80 وما كاين لا اقبال لا والو. ها البصله 116 ريال، تدير لها 140 طالعه 120 ودير لها 140، هاي ما كاين لا هزال لا والو. الخضره كاع غاليه اخويا، ها البسباس راه هو تشوف فيه قرعه الكورجيت راه اخويا ب 8 غير دير لها 100 120، راه تشوف فيه صندوق من الصباح. وكيجيو الناس كي يعني والناس مساكن ما بقاش تقدا، الناس ما عداش، الناس كمله مساكن. الناس ها حتى بطاطا حلوه يسولوا كيمشيو، يسولوا مشى حتى بطاطا حلوه اخويا داير لنا التراب طل طل، راه دايره السيغير تنبيعوا فيها 180 غير والتراب اخويا، ما كاين حتى شي اقبال شي حاجه والو. خضره خويا كاع غالي. شنو رئيستك الحكومه يعني؟ والحكومه خويا دايره فينا ما بغات، اي تيخرجوا لنا ما بين ليله ونهار اخويا، تيخرجوا لنا شي خبر، وحنا اخويا شوف شوف السوق قداش اخويا، اعداد ديال السوق خضاره كلشي تيبقى يشوف اخويا ببعضيات، بنادم كثرت الخضره بزاف وبنادم مزال ما كاينش، وبنادم تيدي الخضره تيردها وتاني تالغدا وتيضرب فيها السلعه يومين ثلاث ايام،
ولا اله الا الله محمد رسول الله. تنتمنوا من الله هاد الحكومه تشوف بينا اخويا في شي شوفه زوينه، ما تشوف فينا الشوفه ديال بينا ما تسوى والو اخويا. حنا بغينا ناكلوا ونعيشوا، واشي اللي طالبين ما طالبين منهم والو. هاد السي اخنوش شوف فينا الله يرحمنا كوالدين لله. راه لا اله الا الله محمد رسول الله صاحبي. الناس راه مكمله، الناس مساليه مساكنه. تشجعوا على مالي غبيع اخويا، طل تشجعوا على مالي غبيع درهم، مال الماطيش درهم، البصله شو البصله خام جاي 8 غير. شو الناس لا هي بصله مليحه، الناس ما قداش اغب لي اخويا، باش غالي اخويا. احنا خايدين 116 وزيد 4 دريال صاير 120، والبيع اخويا 140 ما كاين له الزال لا والو. مازوط غالي، ليسانس غالي، موطور شنو نديرو فيه 600 تتجيبو دوره تتقاداك تزيد فيها عاوتاني 600، وحتى حنا كاع نصورو 600 واشات 600 واشات باش نبيعو هاد الخضره. الثمن ديال الجلبانه والبصله والانسان المسكين اللي ما عندوش ما غيقدرش. راه كنشوفوا من الناس العيالات كيدوزوا كيسولوا الجلبانه 10 دراهم، راه ما يمكنش تاخذ الجلبانه 10 دراهم ولا البصله 160. راه بالنسبه للمواطن البسيط والعادي راه ما غيقدرش. راه انا براسي غناخذ كيلو، علاش؟ راه حنت ما شاء الله ما الاسعار طالعه في السماء، طالعه في السماء وحنا هابطين للارض. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي غنقول طالعين شي حوايج اللي هابطين، ربما مطيشه هابطه، ولكن كلشي الثمن طالع، كلشي غادي طالع. واخا انت يعني ربما يعني مناسبك انك تكون الجلبانه مثلا 10 دراهم. انا الحمد لله بالنسبه لي انا ماشي تحت عتبه الفقر، ولكن بالنسبه لي الجلبانه غاليه ب 10 دراهم، فهمتي؟ واللي مساكن اللي ما عندهمش راه ما يقدرش يشري جلبانه ب 10 دراهم، فهمتي؟ اللي ما عندوش راه ما يمكنش. انا شريت كيلو، انا شريت جوج كيلو، ولكن واحد اخر ما عندوش. البصله اللي حنا عندنا السوق ديالنا، حنا عندنا المطبخ المغربي كيمشي على البصله. واش البصله ب 160 ريال؟ راه ما يمكنش. ايوا حنا كنطلبوا، حنا املنا بعدا في الشتاء طيح، الى طاحت الشتاء نشوفوا الحكومة واش غطيح حتى هي ولا لا. دايرين سباب الشتا، حنا غنشوفوا الشتا. الحكومة نطلبوا من الحكومة الشعلات رفقة بالمغاربة شوية، ينقصوا شوية في الزيادة اللي زادوا، وينقصوا شوية فهمتيني، زادوا دريهم يحيدوها 10 ولا يحيدوا 6 ولا يحيدوا كذا، وكما كيقول لك كذبوا على الشعب والساعه. المهم شوفوا فين. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.